أهلا المشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس تيفي. نحن اليوم في لقاء متميز ضمن ضيف متميز اللي هو وليد كبير. سي وليد كبير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك سي منير. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. لبس عليك هاني. مرحبا. أولا نبغوا نعرفوا شكون وليد كبير. قبل ما نعرفوا شكون هو وليد كبير أو وليد كبير، نوجه شكري للأنفاس تيفي على هذه الدعوة. وليد جزائري مقيم في المغرب، ناشط سياسي وإعلامي من مواليد وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. إقامتي في المغرب ترجع تقريبا 11 سنة، وأنا والأسرة نتاعي الحمد لله استقرار كان كما يقولوا في ظروف جيدة، واندماج مع المجتمع المغربي، وأنني في المغرب كأنني في الجزائر. من خلال تتبعنا السي وليد كبير، أنه عبر وسائل ومنصة التواصل الاجتماعي عندك وجهة نظر معينة ضد النظام العسكري في الجزائر، على أي أساس وشنو هي ملامح هذا الموقف وهذه وجهة نظر تجاه النظام العسكري في الجزائر؟ موقفي من النظام الحاكم في الجزائر أو النظام العسكر كما أحبذ دوما وصفه، وراجع لما عشناه منذ عقود، يعني الممارسات السياسية التي لم تسمح بتطور المشهد السياسي في الجزائر، وخلات الإرادة الشعبية تعيش مرهونة وغير مجسدة كما يدعي النظام. التكوين السياسي اللي ما كانش يعني في إطار حزبي ولا في إطار جمعوي، بل نابع من ناحية من خلال ترعرعي في بيت سياسي بالأساس. الوالد من المجاهدين، واللي كان أحد أعضاء حزب جمعة التحرير الوطني، وهذا خلاني نكتسب تجربة سياسية وشغف حب وشغف وحب التطلع منذ الصغر. مع مرور الوقت الواحد تتضح له الأمور كثيرا، ويشوف نظام الحكم في الجزائر من منظور هو مغاير لما يروجه ويريد تجسيده هذا النظام الحاكم. فمعارضتي للنظام نابعة من إيماني بأن الوطن يستحق أفضل مما عليه، ولهذا خصوصا فيما يخص العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، وخصوصا بعد أن قررت الاستقرار في المغرب، تبين لي بشكل أكثر من جلي على أنه أن الجزائر بحاجة إلى تغيير حقيقي في منظومة الحكم، لأن الإيديولوجية التي اتبعها هذا النظام أضرت كثيرا بمصالح الوطن وأثرت كثيرا بصورة الجزائر. ومقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن السبب الرئيسي في وجود عدم استقرار في المنطقة المغربية هو النظام الحاكم في الجزائر، ولهذا فإنني أناضل من أجل تغيير سلمي لمنظومة الحكم، من أجل أن يفرض الشعب إرادته وسلطته، ومن أجل بناء دولة بالأساس تكون مدنية ديمقراطية، وهذا هو ما طالب به الشعب في خرجاته، خصوصا بعد الحراك الذي خرج من أجل إنهاء حكم الرئيس بوتفليقة. ما تعيشه الجزائر حاليا هي بالأساس أزمة سياسية عميقة تحتاج إلى تحمل مسؤولية الجميع، خصوصا الطبقة المثقفة والنخب السياسية، كي يتم العمل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يكرس فعليا إرادة وسلطة الشعب. نعم، ملي كنتكلموا على سلطة الشعب، الجزائر عاشت مؤخرا على إيقاع الحراك. الحراك الآن يتذبذب، الحراك الآن يعني لا يراوح مكانه في ظل واحد المنظومة عسكرية التي تقبض بيد من حديد. في نظرك شنو هو المخرج الآن؟ جربت الانتخابات، جربت عدد من الأمور، ولكن لا زال الوضع على ما هو عليه داخل الجزائر.
في نظرك شنو هو المخرج من هذا الوضع هذا؟ التغيرات هو لم يتغير شيء، ولو انتهى حكم بوتفليقة وجيء برئيس عبد المجيد تبون معين من طرف العسكر لم يتغير المشهد السياسي في الجزائر، بالعكس زادت سيطرة العسكر على مؤسسات الدولة. الوضع الحالي هو وضع متدهور مقارنة بفترة حكم بوتفليقة، لأن في أثناء فترة حكم بوتفليقة وللأمانة لم نكن نشاهد بعض الممارسات التي نشاهدها اليوم، التي تظهر على أن الأدوار تم خلطها وعلى أن هناك تداخل في الصلاحيات ما بين خصوصا القائمون على المؤسسة العسكرية يتدخلون مثلا في شؤون رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر هذا لا يبشر بالخير. والحل بكل بساطة هو أن يتم بناء أو كتابة عقد اجتماعي جديد يمكننا من بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا لا يمكن تحقيقه مع هذا النظام الحالي الذي شاخ وتجاوز وأصبحت صلاحيته منتهية، والقائمون على شأنه لا يمتلكون الإرادة من أجل تحقيق المطالب التي يطمح إليها الشعب في فرض سلطته وإرساء ديمقراطية حقيقية. التغيير يتحقق من خلال توفر الإرادة الحقيقية لدى الشعب في إرساء وبناء دولة مدنية. لكن للأسف ما نعيشه حاليا هو سيطرة العسكر على دواليب الحكم، هو العسكرة الكاملة لمؤسسات الدولة، وهذا يخلينا نشوف بأن مازال التغيير الحقيقي مازال الطريق طويل أمام تغيير حقيقي يمكننا من إرساء دولة الحق والقانون. نعم، ملي كنتكلموا أيضا على دولة الحق والقانون داخل الجزائر، عندها ارتباط بطبيعة الحال في إطار السياسة الخارجية بجيرانها. الجار الغربي ديال الجزائر يعني العلاقة متوترة، والملاحظ بأنه على مر السنين ومن الاستقلال الجزائري إلى الآن وكأننا أمام عقيدة عسكرية للجزائر معادية للمغرب. هل تلمسون سيدي هذا الأمر هذا من خلال يعني تداول عدد من الرؤساء؟ دائما عقيدة العداء والخصام مع المغرب حاضرة في مختلف سياسات خارج الرؤساء. هو هذه العقيدة كان منشأها عقدة، لأن إذا رأينا ودرسنا العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، الخلافات التي تم استغلالها منذ الاستقلال من أجل إرساء أو سيطرة نظام الحكم على الجزائر كان من خلال إظهار للشعب أنه هناك عدو يتربص بالجزائر، وللأسف الذين صوروه على أنه عدو هو الذي دعم الجزائر أثناء الثورة التحريرية، وهو الذي ساهم بشكل كبير المغرب في 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 في, في استقلال الجزائر. النظام كما قلت لك ومن خلال رموزه آنذاك حولوا عقدتهم الشخصية إلى عقيدة الدولة وعقيدة نظام يتبعها حاليا القائمون على الحكم. والنظام الحاكم في الجزائر أثبت أنه يورث حكمه، وأن المشكل ليس مرتبط الآن بالأشخاص بل مرتبط أساسا بإيديولوجية يجب أن نعمل جميعا من أجل إسقاطها وبناء دولة لا تتبع أو لا تتاجر بالعداء أو اتباع سياسة عدوانية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية للوطن. في أثناء حرب الرمال اعتمد النظام الحاكم آنذاك على أو جر النظام الحاكم آنذاك المغرب إلى حرب قصد القضاء على التمرد الذي كان في منطقة القبيل أو ما يعرف آنذاك بالولاية الثالثة تاريخيا، وبناء على المكسب الذي حققه على المستوى الداخلي آنذاك، لأن أثناء حرب الرمال أعلنوا المتمردون واللي هما القائد المجاهد حسين أيد حمد رحمه الله والعقيد محمد الحاج رحمه الله أعلنوا عن إيقاف تمردهم على السلطة الحاكمة أو السلطة الانقلابية آنذاك برئاسة أحمد بن بلال رحمه الله والهوري بومدين رحمه الله، قرروا إيقاف التمرد وكان مكسب للنظام آنذاك. ومن ثم اعتمد النظام على سياسة تكريس سياسة العداء تجاه المغرب حتى يتمكن دوما من تعزيز جبهته الداخلية. اللهم إذا استثنينا
الفترة ما بين 1969 إلى الفترة 1972، أينما تم عندما تم التوقيع على معاهدة الصداقة في إفران سنة 1969، و 1972 عندما تم توقيع على اتفاقية ترسيب الحدود واستغلال منجم غرج بلاد بين الجزائر والمغرب في الرباط في جوان 15 جوان 1972. اللهم هذه الفترة فقط، أما باقي الفترات فقد عرفت التوترات، خصوصا مع نجاح المسيرة الخضراء ودعم النظام الحاكم آنذاك للحركة الانفصالية، حركة البوليساريو، وصولا إلى سنة 1987 عندما احتاج النظام إلى ما يدعمه ماديا بعد الأزمة البترولية سنة 1986. فتدخل السعودي مكن من إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، واستمر فترة من الهدوء إلى غاية 1994، وكلنا يعلم ما حدث في شهر أوت عندما تقرر غلق الحدود من طرف الجزائر بعد أن فرض المغرب التأشيرة عقب اعتداءات مراكش. العلاقات الجزائرية المغربية تحتاج إلى توفر النية من طرف النظام، لكن للأسف لحد الآن، وهذه قناعتي، النظام لا يتوفر على أي نية صادقة من أجل بناء علاقات طبيعية ومن أجل إرساء مصالحة تاريخية. المشكل متعلق أساسا بالتاريخ، ومشكل الآن متعلق أساسا بتلك العقدة التي كانت لدى الناس الذين كانوا في وجدة، يعني كنت أتكلم على الذين حكموا الجزائر عبر الاستقلال، هم جماعة وجدة، وجماعة وجدة كانت لهم العقدة، كانت لهم العقدة التي حولوها إلى عقيدة، وما زلنا نعاني من هذه العقيدة التي توارثها الذين جاءوا بعد جماعة وجدة. وللأسف حاليا القائمون على الحكم في الجزائر يكرسون تلك العقيدة المبنية على العداء للمغرب، سعيا منهم لحو كسب شرعية مفقودة. هم فقدوا الشرعية في 2019 بعد انتهاء حكم بوتفليقة الذي كان يمتلك الشرعية الثورية، لكن بعد وصول أو تعيين المجيد تبون النظام الحاكم يعيش أزمة شرعية ولم يتمكن من إقناع الشعب، وكلنا لاحظ الاستحقاقات الانتخابية التي كانت فيها المشاركة ضئيلة للغاية، والتي أكدت على عزوف الشعب الممارس السياسة، والتي أكدت على أن الشعب في واد والنظام الحاكم في واد. تكلمت أيضا على من تجليات الخصام بين المغرب والجزائر، ومسألة المسيرة الخضراء على خلفية دعم الجزائر لجبهة بوليساريو. أنت مؤخرا سي وليد كبير كنت في المحبس اللي هي منطقة حدودية مع الجزائر، معروف عبر الإعلام سواء الجزائري ولا البوليساريو، وصلنا لواحد أكثر من 420 بلاغ عسكري يفيد على أنه هناك أقصاف، هناك هجومات، هناك ضحايا، هناك كذا كذا. أنت من خلال زيارتك على ماذا وقفت سي وليد كبير؟ لما كتب لي ربي باش نزور جات أصلا الفكرة، جات بكل أمانة، جات في إطار توصلت بدعوة من طرف تلفزيون قناة العيون الجهوية لحضور ندوة في إطار تطور آخر التطورات على مستوى ملف الصحراء المغربية، و يعني أبلغوني بأن غادي تكون ندوة إن شاء الله في تلك المنطقة، وأنا لبيت الدعوة بدون تردد، لأنها كانت بالنسبة لي هي فرصة تاريخية لزيارة المكان الذي ينعت يوميا بأنه يعيش حربا، وقررت بدون تردد قبول الدعوة وزرت المنطقة. وهي في الحقيقة لم أتفاجأ، لأنني كان عندي إيمان بأنه ما يروجه النظام كلها أكاذيب، لكن عندما وصلت كما قلنا، كما يقول مثل من لا يسمع ماشي كما اللي يشوف، يعني انا مشيت شفت ووقفت بعيني، طبعا وقفت بعيني على حقيقه وعلى واقع يرفض النظام العسكري. قمت بتوثيقها؟ طبعا قمت بتوثيق، ولم يكن الامر مبرمج، يعني بكل صراحه قلت ولما لا نقوم بتصوير هذه المشاهد التي ستبقى راسخة وستدحض ادعاءات نظام العسكر وأبقاقه التي تتكلم وتجرر يوميا تلك البلاغات التي تصدرها جبهة البوليساريو. عندما وصلنا إلى البحمس
بكل صراحة حياة طبيعية، حياة هادئة، هدوء تام، وسكان يعيشون في سلام وطمأنينة. وما أثار انتباهي هي الوفرة وكل المواد الضرورية التي بل أكثر من ضرورية. هناك كمالية، شاهدت لاحظت كماليات، يعني مواد كما يقولوا لي فروي إكزوتيك، يعني فواكه استوائية موجودة، متوفر الطاقة، متوفر قارورات الغاز، متوفر الزيت، كل شيء متوفر في تلك البلدة. وهذا أتلش صدري، لأنه بحق يعني لما نشوف بلدة المحبس التي يسميها النظام بأنها تقصف أو يناتها بأنها تتعرض للقصف، عايشة في سلام وفي طمأنينة. هذا يؤكد على أن الأطروحة نتاع النظام اللي هو الذي أعتبره أنه هو الطرف الرئيسي في القضية، لأن البوليساريو ولا قيادته مجرد موظفون عند نظام العسكر، أما صاحب القضية والطرف الفعلي في الصراع هو النظام الحاكم في الجزائر. زيارتي وتسجيلي لذلك الفيديو الذي الحمد لله لقى تجاوبا كبيرا من طرف الجمهوري في القناة، أكد على أن ما يقوله العسكر وما تقوم به وما تروجه جبهة البوليساريو الانفصالية هو كلام فارغ وتافه. نعم، ملي كنتكلموا على أساس أنه العالم قرية صغيرة، هذه معروفة من أبجدية العمل الإعلامي، والحل هو أنه 420 بلاغ وما يزيد دائما تردد نفس أسطوانة. لماذا هذا الكذب وهذا الزيف في نظرك؟ هو بالنسبة نتكلم على نظام العسكر لما يروج لهذه البلاغات يدخل في إطار توجيه الرأي العام في الجزائر على أن هناك تفوق من طرف النظام في المنطقة، وأنه أرغم المغرب الذي يعتبره عدو له على حرب يسميها تحريرية. وهدفه من كل هذا يعني كي يبقي الشعب في حالة تأهب، وأن لا يطالب الشعب أمور أخرى، يعني ما يخليش يطالب الديمقراطية، ما يخليش يطالب بالأمور اللي لازم تكون باش تترسع دولة قوية ودولة الحق والقانون. النظام يوظف هذا الكلام في إطار سياسته الفاشلة، وينفس شوية على الانهزامات التي حصدها خصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية. أما الدمية أو الأداة التي استعملها النظام وهي جبهة البوليساريو الانفصالية، فهي تحاول عبر هذه البلاغات إيهام المحتجزين أو السكان المتوجهين في المخيمات على أنها تقود حرب، وأن الوضع تحت السيطرة، وأن سيتم تحرير ما يسمونه بالأراضي المحتلة. وهذا كله بعد أخطائها التي الخطأ الذي ارتكبته عندما أعلنت الحرب عقب إعادة السير الحركة معبر القرقرات، ورفعت السقف عالي، وهي الآن أمام تحدي أولئك الذين يؤمنون بأطروحتها داخل المخيمات. ولو أن هؤلاء يشكلون الآن أقلية، لأن الغالبية من السكان المحتجزين داخل المخيمات أصبحوا لا يصدقون كلام جبهة البوليساريو الانفصالية. ونحن نلاحظ على أن المخيمات تعيش حاليا على كف عفريت، وأن الوضع لا قد قابل للانفجار في أي وقت، خصوصا يعني في المجال الحقوقي وأيضا طبعا الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت مؤخرا في حق الشباب يبحث عن قوت يومه دون أن تفتح تحقيق لا من السلطات الجزائرية ولا من قيادة البوليساريو. نعم، كسؤال أخير السيد الكبير، من خلال يعني هذه العلاقات العدائية اللي كتنضرب بها الجزائر المغرب، في نظرك ما هو الثمن الذي يؤديه الشعب الجزائري وراء كل هذه العرقلة وعدم فتح الحدود وعدم استجابة المد اليد كما كيطرح المغرب؟ شنو هو الثمن اللي كيؤديه؟ هي التكلفة باهظة جدا، والشعب الجزائري للأسف يؤدي ثمن السياسة الخاطئة التي يتبعها هذا النظام، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. غلق الحدود عداء مع المغرب مكلف جدا ومضر بالشعب الجزائري، ولا على المستوى الإنساني ولا على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الاقتصادي. المشاكل التي تعانيها الآن الجزائر على مستوى ندرة السلع، هذا إذا كانت الحدود مفتوحة الأمور ما تكونش على هذه الصورة المؤسفة، لأنه من العيب والعار أن يقف بني وطني في طوابير من أجل الحصول على كيس حليب أو لتر من الزيت
في سنة 2021، والجزائر البلد الغني الذي ينتج البترول والغاز وبه الذهب والألماس وكل أنواع المعادن، هذا البلد الذي قارة والذي أثبت النظام على أنه قزم وليس أهلا لإدارة بلد مثل الجزائر، الأمر مؤسف جدا، وشعبنا سيظل يعاني في ظل استمرار حكم هذا النظام، وأنه لا مناص من أجل إحداث تغيير جوهري يخلي البلاد تتغير ويخلي أيضا المنطقة تعيش نقلة نوعية، لأن مستقبل المنطقة المغربية هو في الاتحاد المغربي، مستقبل المنطقة المغربية هو وجود علاقات طبيعية بين الجزائر والمغرب، مستقبل المنطقة المغربية هو في إسقاط نظام الحكم الحالي الذي رهن المنطقة وجعلها مشلولة وأدخل خلى الشعب الجزائري يفكر فقط في بطنه، يفكر فقط في إيجاد كيس حليب لتر من الزيت. هذا أمر مؤسف جدا، وعلى بني وطني أن يعوا أن الأمر كلما طال وأن التغيير كلما تأخر كلما كانت التكلفة أكثر وكلما كانت التغيير صعب. إذن لا مناص من أجل إعادة أو عودة الشعب إلى الشوارع من أجل رفع مطالب سياسية بالأساس، لأن رفع المطالب الاجتماعية تخلي هذا النظام يفعل المستحيل عبر إسكات الناس وشراء الدمم من أجل استمرار حكمه، وهذا لا يخدم الوطن بالأساس، لأن هذا النظام ضيع المصالح العليا للوطن ولم يثبت يوما أنه نظام وطني. سي وليد كبير، وأنت الناشط السياسي الجزائري والإعلامي، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. العفو، شكرا لكم. شكرا جزيلا.